وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قام حزب حماة الوطن بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة تشاد، والتي تعد من أكثر الدول التي تشتهر بالثروة الحيوانية. نظراً لما تمتلكه من مراع شاسعة، نجح حزب حماة الوطن في إقامة مزرعة مصرية لتسمين العجول التشادية، ثم ذبحها ونقلها مبردة بالطيران إلى مصر، لتهبط أول طائرة محملة باللحوم في مطار القاهرة محملة بمئات الأطنان، تمهيداً لبيعها بأسعار رمزية للمواطنين في مختلف المحافظات. العلاقات بين تشاد ومصر علاقات قديمة، لكن ابتداء من اليوم جينا احنا نتلقى اول طائرة بتجيب لحم من تشاد، لكن تنفتح افق جديدة للتبادل التجاري بين تشاد ومصر. مجال الامن الغذائي ده مجال مهم جدا لينا كدولة مصرية، واحنا كحزب حماة الوطن بنهتم بهذا وبنساعد الدولة المصرية ان احنا نوصل باللحوم لنصف السعر اللي موجود في السوق المصري إن شاء الله. هيتم توريد خلال الفترة القادمة ما يقرب من 800 طن هيصلوا شهريا. بنشتغل على تجهيز وإعداد منافس ثابتة هتصل إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لكن علشان دخول رمضان ووصول اللحوم في هذه الفترة هنوزع هذه اللحوم بسيارات مبردة. خدنا أرض على مساحة كبيرة وحطينا فيها أبقار، غيرنا المرعى، خليناها نفس المرعى اللي تناسب المستهلك المصري. زرعنا عدد من الأراضي الموجودة وبدأنا نعمل حجر على كمية من الأبقار. دولة تشاد هي دولة مسلمة، بيذبحوا حلال، في موافقات على المجزر، في لجنة من هيئة الطب البيطري ووزارة الزراعة موجودة هناك بقالها شهر، بيكشفوا على العجل من قبل ما بيخش للذبح لحد ما بيوصل للطيارة. عشان نوصل للسعر المناسب عملنا نظام مقايضة، عملنا تبادل تجاري ما بين الدولة التشادية وما بين جمهورية مصر العربية. تلك الجهود التي يبذلها حزب حماة الوطن للتخفيف عن كاهل المواطنين تأتي في إطار خطة تنموية واعدة لزيادة الفرص الاستثمارية التي تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري والمواطن على حد سواء، وهو ما يسهم في زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق ويساعد بشكل كبير في انخفاض سعر اللحوم البلدية المحلية وتخفيف الأعباء عن كافة المواطنين قبل حلول الشهر الفضيل.